براعم ولاية سعيدة يحطون الرحال بمدينة الغزوات الساحلية بولاية التلمسان. مخيم صيفي يضم 600 طفل جاءوا لقضاء عطلاتهم الصيفية بجوهرة الساحل التلمساني. برنامج ثري ومتنوع. عندنا الفترة الصباحية نقوم بأنشطة السباحة، والفترة المسائية نقوم بدورات رياضية وجولات سياحية لكل المعالم التاريخية والثقافية للمدينة. والفترة المسائية يعني في السهرة نقوم بسهرات، سهرات متنوعة، سهرات يعني سهرات حول المسرح، حول المواطنة، حول النظافة. نتمنى لهم إقامة طيبة إن شاء الله، ونتمنى لهم العودة السنة القادمة إن شاء الله للاستفادة من فترات خيمية على مستوى ولاية تلمسة. وفد ولاية سعيدة حظي باستقبال من طرف السلطات المحلية مع توفير كل الظروف الملائمة لإقامتهم. قامت بلدية الغزوات وبإعاز وتوجيهات من السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي توفير إمكانيات على مستوى مدرستين ابتدائيتين، مدرسة حسيني عبد الله بالغزوات ومدرسة مهدي مختار بالغزوات، حيث جندت البلدية كل إمكانياتها من أجل إنجاح هذا التخييم الصيفي. زوار الغزوات كان لهم فرصة الاستمتاع والاطلاع على ما تزخر به هذه المدينة من مناظر طبيعية وسواحل جميلة.